السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بعد أن اقتربت البلاد من مساحات التصادم الدموية خلال الأيام الماضية، عادت الحوارات المسارات السلمية مرة ثانية. جولة الحوار الوطنية اللي عقدت في القصر الحكومي وتوصياتها تمثل مخرجا متفقا عليه بين جميع الكتل السياسية، ورغم غياب الصدر وتياره عن المشاركة إلا أن الحاضرين استمروا بدعوته إلى جلسات التواصل بغية إيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة اللي تتخبط فيها البلاد وتجنبه أزمة الخلاف. الاتفاق العام على الابتعاد عن أجواء التسخين السياسي والركون صوب تهدئة تضمن مسير قطار نتاج ما بعد 2003 والوصول عند المحطات المثبتة، تبدو هذه الخطوة هي سيدة الموقف لغاية الآن. ملفنا الثاني لحصاد الليلة، ومع اقتراب زيارة الأربعين تشحذ الهمم لتقديم الخدمات المختلفة من قبل العراقيين والوفود الأجانب وكذلك الزائرين من داخل البلد، فضلا عن القيادات الأمنية اللي تواصل الوقوف عند معطيات حركة الزائرين من أجل متابعة الخطط الموضوعة وتثبيت الملاحظات، واللي تسهم بطبيعة الحال بإيصال هذه الزيارة المليونية إلى بر الأمان وبالتالي نجاحها. فمن واجب المسؤولية والحرص على إتمام الزيارة بأحسن وجه، تقدم الخدمات بكافة أنواعها إلى الزائرين بكل أطيافهم وجنسياتهم. إذن مشاهدي الأحبة، هاي ملفاتنا لهذه الليلة، نتابعها وياكم سوية. تتفضلوا بالبقاء ويانا. من جديد حياكم الله، مع دعوات تنقية الأجواء ورفض أشكال التصعيد واللي كانت مخرجات جلسة الحوار الوطني الثانية، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تحقق هاي التوصيات وأن تأتي بما هو مغاير عن جميع المبادرات العديدة اللي لم تجد لها مساحة للتطبيق. نفتح هذا الملف لكن بعد أن يطلعنا مراسلنا علي حبيب على بعض التفاصيل. محاور مفصلية عدة تضمنها جدول أعمال جلسة الحوار الوطني بنسخته الثانية، والذي شاركت فيه الرئاسة مع قادة الكتل السياسية، وخلصت الجلسة إلى اتفاق شامل على 6 نقاط جوهرية في الأزمة الراهنة وتمثل مرتكزات الخلاف القائم. الأبرز فيها تحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار والتمسك بالخيارات الدستورية في جميع مراحل الحوار والحل، وصولا لإيجاد منهاج يضمن المعالجات الحقيقية للأزمة المستحكمة. الحوار السياسي هو ضرورة للخروج من حالة الانسداد السياسي اللي وصلت لها العملية السياسية. احنا متبنيات العملية السياسية تقوم على أساس الالتزام بالدستور وبالقانون. إذا تم الحياد عن هذا الطريق أو الابتعاد عن هذا الطريق، أنا أقول لك أن العملية السياسية ماضية وباقية في حالة الانسداد السياسي. النقطة الأولى التي ننهي من خلالها الانسداد السياسي الموجود في البلد هو أولا الالتزام بسقف الدستور والقانون، وثانيا العمل على إدامة زخم الحوارات بين الكتل السياسية. ومع أن الحوار تم بغياب الصدر الطرف السياسي الفاعل، إلا أن المجتمعين جددوا دعوتهم للتيار الصدري للانخراط في الاجتماعات الفنية والسياسية المنبثقة عن الجلسة حتى تؤدي هذه اللقاءات غرضها ولا تفرغ من محتواها الحقيقي، بغية التوصل إلى حلول تفكك الأزمة المنقطعة النظيرة في عراق ما بعد التغيير. أعتقد في نهاية المطاف فلا بد أن ترضخ القوة السياسية من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقريب وجهات النظر ووجود حل يعني يرضي جميع الأطراف، لأنه الشارع العراقي يواجه تحديات كبيرة وعليه لابد من تنازلات من كل الأطراف للوصول إلى نقطة التقاء. وعلى ذات النسق الذي اتفقت فيه الأطراف المجتمعة في القصر الحكومي على المكاشفة والركون للحوار لإزاحة الأخطار وإبعاد البلاد عن الأزمات، جاءت المواقف الدولية بالتوازي مع هذه الدعوات. ومع هذا الإجماع الوطني والتأييد الخارجي، فإنه يمكن القول بأن عجلة الحوارات تقدمت إلى الأمام، شريطة أن تكون هذه المدخلات بوابة لمخرجات تتفادى المطبات. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية، حياك الله دكتور طارق، مرحبا بحضرتك، وكذلك الأستاذ عماد المسافر الباحث بالشأن السياسي، حياك الله أستاذ عماد. أبدأ مع حضرتك دكتور، الاجتماع الرئاسي وبحضور الكتل السياسية رغم تغيب السيد الصدر عن هذا الاجتماع، هل لا زال
الانسداد يخيم على المشهد السياسي، أم أن ما خرج به هذا الاجتماع لربما يفتح آفاق جديدة لم تطرق من قبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد وضيفك الكريم أستاذ عماد والمشاهدون الأكارم. في الحقيقة هذا الاجتماع الثاني للحوار الذي يعني يعقد برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، نعتقد بالرغم من أهمية هذه الحوارات ولكن تحتاج إلى نقطة جدا مهمة. حضور ممثل التيار الصدري جدا مهم باعتبار أن مخرجات هذا الاتفاق حتى وإن كان هناك حوار مخرجاته سوف لن تكون ذات جدوى ما لم يكن هناك ممثل للتيار الصدري. نعتقد أن المشاكل الحقيقية والأزمة الحالية فيها نقاط رئيسية ونقاط ثانوية. النقطة الرئيسية الجوهرية الموجودة ما بين الإطار والتيار تتمثل في موضوع الانتخابات المبكرة، والنقطة الثانية الحكومة التي تجري هذه الانتخابات. ولذلك نعتقد الحل الوحيد لهذا الموضوع هو وجود اتفاق بين التيار والإطار لتحديد نقطتان. موعد للانتخابات المبكرة قد يكون آذار 2023 مثلا، يكون اتفاق في ورقة مكتوبة أن الانتخابات سوف تكون في آذار 2023 مثلا، وفي نفس النقطة الاتفاقية ممكن أن تعقد أن موضوع الحكومة الجديدة سوف تكون حكومة لا تمثل لا التيار والإطار وإنما تكون حكومة انتقالية، وحتى عندما يصوت عليها يصوت باعتبارها حكومة انتقالية. إذا ما تم وجود هذان النقطتان وحل هاتان النقطتان سوف نقوم بإيجاد مشتركات مهمة، وجميع الحوارات التي تبنى على هذا الاتفاق سوف تكون ناجحة. طيب أستاذ عماد، أجدد الحال حضرتك، يعني دكتور الزبيدي يطرح هسه خلي شوية أشاكس الدكتور أنه نفس سيناريو الانتخابات الماضية أيضا حكومة ما لها علاقة لا بهذه القضية ولا بهذه القضية وجيء بحكومة السيد الكاظمي، يعني الانتخابات في الشهر الثالث وبعدين تم تأجيلها إلى الشهر العاشر. طيب هذا السيناريو إذا ما يعني اتفقت عليه الكتل السياسية ما جدواه برأيك؟ شكرا جزيلا أستاذ، تحية لك ولضيفك الكريم مشاهدي ومتابعي قناتكم. حقيقة يعني الأمر إذا جاء بنفس المخرجات سيكون عبثي إلى درجة كبيرة ما لم تشكل حكومة لها صلاحيات، ممكن أنه حتى ما بعد تشكيل الحكومة هناك رؤى أنه يتعدل قانون المفوضية الانتخابات وغيرها من القوانين، قوانين المحكمة الاتحادية، قانون النفط والغاز، هذه القوانين المهمة يجب أن تحظى بأولوية يعني جلسات البرلمان إذا تمت انعقادها، وإلا ما الجدوى إذا كنا ذاهبين إلى حكومة انتقالية أو بقاء حكومة السيد الكاظمي بنفس قانون الانتخابات لا تغير شيء من هذه القوانين أبدا. أنا أرى والجميع يعتقد أنه من الضروري جدا أن تبدأ جلسات البرلمان مرة ثانية ويتم التصويت على هذه الحكومة واسعة الصلاحيات بصلاحيات كاملة حتى ممكن أن تكون هناك فسحة أمل لبحث كل الملفات العالقة، لكن كل هذا يتعلق بمدى استجابة الأخوة بالتيار الصدري للحوار. ما لم يكن هناك حوار مباشر بين الأخوة بالتيار الصدري والإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية الأخرى لا يكون هناك يعني توصلا إلى حل. مجرد أن تطرح مبادرات وتطرح أوراق عمل أو اجتماعات بعيدا عن الأخوة بالتيار الصدري أعتقد ستبقى هذا يدور يعني في حلقة مفرغة. نعم. طيب دكتور، هنا نتحدث أيضا عن المشهد اللي لربما سيتلو الزيارة الأربعينية أو ما سيقترن بواحد عشرة. المجتمعون أيضا أكدوا على التهدئة، على فتح يعني مسالك للحوار، أكدوا حتى في النقطة الأولى أنه تطور الأوضاع السياسية وما آلت إليه، هذه التطورات الجميع يتحمل المسؤولية فيها. فإذا لم يكن هنالك تنصل من المسؤولية، هل من الممكن أن تكون أيضا مخرجات لربما ما سنقول جديدة لأنه لا جديد لحد الآن ما لم تجتمع جميع الأطراف، ولكن هذه المقدمات كيف ستؤدي إلى نتائج حسب رؤيتك؟ دائما مخرجات الحوار الأولى والثانية جاءت بنقاط عامة وليست تفصيلية. نعتقد واحدة من أسباب نجاح أي حوار أن النقاط تكون تفصيلية، بمعنى أن العموميات دائما ما تكون محض اتفاق. المشكلة الحقيقية في العراق التفاصيل، باعتبار أن المسائل المعقدة في العراق تحتاج إلى بحث تفاصيلها وليس ذكرها بشكل عام. النقطة التي ركزت عليها لماذا قلت أنه موضوع الحكومة انتقالية كذا، باعتبار
اننا اذا لم نطرح يعني الكتل السياسيه بشكل عام، اذا لم تطرح فكره مخرجاتها توافقيه، مخرجاتها ترضي جميع الاطراف، سوف ترفض من قبل التيار الصدري. وبالتالي لطالما التيار الصدري يتخوف من نقطه مهمه، ان حكومه كامل الصلاحيات قد لا تدعو الى انتخابات مبكره. اي حكومه تمنح الثقه سوف يكون لها كامل الصلاحيات، قد تكون هناك موازنه، وقد وبالتالي مطالب التيار الصدري سوف لن تنفذ. ولذلك عمليه النجاح في اي مبادره يجب ان تكون مخرجاتها تكون ترضي جميع الاطراف. بالوقت الحاضر نعتقد هناك فرصه كبيره مهمه من الان لغايه انتهاء ما بعد الزياره، فرصه كبيره لجميع الكتل السياسيه سواء التيار والاطار لايجاد مشتركات. عمليه العناد السياسي بالعراق سوف لن يكون هناك يعني رابح فيه، والدليل على ذلك في الفتره الاخيره لا سمح الله الصدام الذي حدث، هناك جرس، وهذا الجرس الذي انتبه اليه الجميع بالمناسبه الذي حدث في الاحداث الداميه والليله التي ارعبت جميع العراقيين كانت بمثابه ناقوس خطر، حسه التيار وحسه الاطار وحسه السنه والشيعة والاكراد جميعهم بشكل كامل. وبالتالي يفترض ان يتم الاستفاده من هذا الخطر، ويفترض ان تكون هناك معالجه والاستفاده من الوقت. احنا مشكلتنا يتم اضاعه الوقت، وطبيعه العلاقه ما بين الوقت والازمات السياسيه علاقه طرديه، كلما يمضي الوقت كلما تظهر لدينا ازمات جديده. استاذ عماد ايضا اشار الى قضيه مهمه في اعاده الانتخابات، تغيير المفوضيه، تغيير قانون الانتخابات، وايضا هذا الاجتماع الثاني خرج ايضا بتوصيه بتشكيل فريق يشحذ الهمم ويشذب هذه الرؤى للوصول إلى هذه المرحلة. طيب ما شكل هذا الفريق؟ هل سيكون سياسي أكاديمي؟ من الذي قادر في هذه المرحلة أن يوجه بوصلة الأمور التكتيكية وتلبية الاحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة؟ إذا كان في النية تشكيل فريق فيفترض من باب أولى لكي يكون نجاح، يعني يحظى به النجاح، يفترض أن يكون فريق مختص وليس فريقا سياسيا. الفريق المختص باعتبار أنه هذا الموضوع إذا بحث من قبل فريق مختص سوف تكون نتائجه نتائج إيجابية وتحظى بقبول الجميع. ولكن هذا الفريق المختص إذا كان غير ممثل من قبل الجميع كيف يمكن ان يتفاعل معه المعترضون؟ هو ممثل من قبل الكتل السياسيه، تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسيه. نعم. لتنضيج الرؤى. تنضيج الرؤى، هذا الموضوع جدا ممتاز. ولكن تتوقع انت التيار الصدري يوافق على ان يكون لديه ممثل في هذا الفريق؟ هذه النقطه المهمه. نحن نحتاج في العراق الى التوافق في اطار المسائل المهمه فيما يتعلق موضوع قانون الانتخابات وتعديله، مساله في غايه الاهميه، تحتاج ان يتفق الجميع على هذا الموضوع. وموضوع المفوضيه ايضا موضوع مساله مهمه، وموضوع الحكومه، ثلاث عقد رئيسيه في موضوع الانتخابات المبكره. طيب الاستاذ عماد، يعني هذا الاجتماع ايضا اكد على ضروره تفعيل دور المؤسسات والاستحقاقات الدستوريه، بالتالي انه هل هذه اشاره الى اعاده عمل البرلمان، وفي اي صوره سيتم اعاده العمل؟ يعني لا شك فيه انه مؤسساتنا الدستوريه قد عطلت تماما بها خلال هذه الفتره، وما شاهدناه من اقتحام لهذه المؤسسه الدستوريه وتعطيلها، يمكن منذ ان تم تاديه اليمين الدستوري للاخوه اعضاء مجلس النواب الى الان لم يشرع اي قانون تحت قبه البرلمان سوى قانونان، هما قانون الامن الغذائي وقانون تجريم التطبيع. ها يعني هناك قوانين كثيرة يحتاجها الشارع العراقي، وهي بتماس مع حياة المواطن العراقي، تنتظر على رفوف مجلس النواب، تنتظر تشريعها. ضروري جدا أنه تكون المؤسسة الدستورية، المؤسسة البرلمانية دائمة العمل ودائمة الفعالية، خصوصا إذا بقت هذه الفترة القليلة المقتصرة على عمر مجلس النواب. يجب أن تكثف الجهود من أجل تشريع كل القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن، لكن ما زالت هذه المؤسسة يعني ممكن تكون معطلة بشكل أو آخر. للآن لم تعقد أي جلسة، على الرغم من أنه الأخوة بالإطار التنسيقي جمعوا أكثر من 180 توقيع في سبيل تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب، وعقد جلسة أولى. هسه الجلسة الأولى مو بالضرورة تكون أنه التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتمرير رئيس الوزراء، أبدا ممكن أن تكون تناقش أي قضية من قضايا مجلس النواب اللي هي موجودة ضمن جدول أعماله. المهم مثل ما أشرت جنابك أن تعقد جلسة وتباشر هذه المؤسسة الدستورية عملها من جديد.
طيب قرن الدكتور الزبيدي هذه المحادثات والحوارات بل وحتى الجلسات بين السياسيين والفريق الذي سيشكل بحضور ممثل عن التيار الصدري، وهذا أيضا كان إحدى مخرجات هذا الاجتماع بأن يكون هنالك دعوة للتيار الصدري لحضور هذه الاجتماعات والنقاش في الموضوعات الفنية والقضايا الخلافية حتى يكون التوصل إلى حلول حسب رؤية المجتمعين. نعم، يعني المتابع للشأن السياسي والقارئ للشارع العام يرى بوضوح أنه خطاب السيد الصدر الأخير في آخر خطاب له قال أنا اعتزلت السياسة اعتزالا نهائيا. طيب هناك تساؤل، من سيمثل الأخوة الصدريين بهذا المشهد السياسي؟ هل هناك يعني أسماء أو شخصيات من الخط الصدري الأول أو حتى الثاني ممكن أن تتصدر المشهد وتبدأ بحراك جديد من شأنه أن يمد جسور المفاوضات والمباحثات مع بقية الكتل؟ هل هذا الشخصيات ستكون لديها تخويل أو مباركة من سماحة السيد مقتدى الصدر، أم ستكون هذا هو اجتهادها الخاص؟ هل هذه الشخصيات ستلقى دعم وترحيب ومساندة جماهير الخط الصدري أم أنها ستكون هناك عزلة؟ كل هذه الأسئلة يطرحها الشارع، لكنه بالنتيجة جميع القوى السياسية حتى الخط الصدري حتى جماهير الخط الصدري تتطلع إلى أن تكون هناك حوارات بناءة وحوارات تصل بها إلى نتيجة معينة. بدون الحوار لا نستطيع أن نتقدم أي خطوة من أجل السير بهذه العملية السياسية. وكما يعلم جنابك ويعلم الأخوة المشاهدين أن التيار الصدري شريك أساسي بهذه العملية السياسية، بل شريك فاعل بهذه العملية السياسية، سواء انسحب من البرلمان أو حتى إذا اعتزل سماحة السيد مقتدى الصدر العمل السياسي، يبقى الأخوة الصدريون يجب أن يكون لهم تمثيل في هذه العملية السياسية. أيضا الاجتماع أشار من قريب أو من بعيد أو حتى في تحديد وتشخيص التصميم الإعلامي على قضية التصريحات المتشنجة والتسريبات المتداولة وضرورة إيقاف هكذا نمط، ويعني لا عدم خلط الأوراق في الشارع العراقي حتى لا تكون الصورة ضبابية، لا تنتشر الشائعات، وبالتالي تكون المسارات في الغرف السياسية هي الحاكمة. هل من الممكن أن يتحقق هذا على أرض الواقع ونحن نعيش هذا الاحتدام السياسي والحرب السيبرانية خلينا نسميها الداخلية؟ يعني حقيقة ما وصلنا إليه لم يأتي بكبسة زر مباشرة، بل وصل إلى هذا الحال عبر خطاب، يعني حتى قبل الانتخابات خطاب متشنج، خطاب فيه تسقيط وتخوين وغيرها من الأمور. إلى الأسف انعكس هذا الخطاب على القواعد الجماهيرية للكتل السياسية. ما شاهدناه من مسألة التسريبات لمختلف الكتل السياسية، مرة تكون للإطار والأخيرة كانت للتيار، وربما ستكون في الأيام القادمة للبيت السني والبيت الكردي. أنا أرى والجميع يشاركني أعتقد هذا الموضوع، أنه من الضروري جدا على الكتل السياسية أن تأخذ موقف واحد من هذه التسريبات، هو عدم الركون إليها تماما، لأنه حقيقة الركون إليها والبحث في تفاصيلها يدفع الشارع إلى حالة متشنجة جدا، ربما لا تحمد عقبها هذه الأمور وهذه المسائل. طيب، ضروري جدا أن يقف الجميع عن هذه التسريبات ولا يتعامل معها على أساس صحيح أو يعتبرونها صحيحة 100% أو جدية 100%، لأنه ممكن طيب. هذه التسريبات ممكن أن تستهدف كل الشخصيات الموجودة بالعملية السياسية، ويعرف جنابك هناك تسريبات ظهرت حتى في بقية دول العالم وكانت لها نتائج سلبية. علينا أن نستفاد من هذه التجارب اللي كانت في غير العراق ونعكسها على هذا الواقع، لأنه واقع حقيقة واقع متشنج جدا. وشاهدتم أنتم ما وصل إليه الشارع في الليلة التي صادفت اللي كان بها يعني صدام مسلح داخل المنطقة الخضراء، عاش العراق وليست ولم تعش بغداد وحدها في حالة رعب كبيرة من هذا الصدام. هذا اللي نحكي عليه أستاذ عماد، يعني وسؤال الدكتور طارق، يعني لما يكون هنالك الشعب هو الأغلبية، الشعب يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، يكون هو الطرف المسيطر من المعادلة. الطبقة السياسية عندما تأتي توفر كل هذه الاستحقاقات للشعب، الاجتماع أيضا نوه إلى أن الشعب العراقي يجب أن تحفظ كرامته، تحترم مشاعره،
تلبى استحقاقاته، وكذلك أيضا أشار إلى احترام الاعتبارات الدينية والسياسية وحتى الاجتماعية. طيب مسؤولية هذه المؤسسات السياسية تجاه الشعب كيف يجب أن تكون؟ المؤسسات السياسية وبالذات السلطة التشريعية هي الممثلة عن الشعب، باعتبار أن هناك استحالة لموضوع تمثيل الشعب بشكل كامل، لأننا لسنا في ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، نحن ديمقراطية نيابية. الممثل عن الشعب هو البرلمان، السلطة التشريعية، فيفترض بالسلطة التشريعية أن تأخذ على عاتقها مهمة يعني إكمال طموحات الشعب. ولكن مع الأسف عملية الاختلالات الموجودة بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي قد أثر على موضوع الجلسات مجلس النواب، ونعتقد أن تعطيل مجلس النواب هو خطأ على المستوى بشكل عام. ولكن في نفس الوقت من المستحيل أن يعني نستمر في موضوع العناد السياسي وعدم إيجاد صيغ توافقية للجميع، بمعنى جميع ما يطرح بالوقت الحاضر من مقترحات باعتبار العراقي لديه فكر منتج يجب أن نجد إلى حل. وإنما إذا والسؤال المهم جدا والمواطن العراقي أكيد يسأل، ماذا نريد؟ نريد حل؟ إذا ما أردنا أن نجد حل يجب أن يكون هذا الحل مقنع للجميع. من غير المعقول أن تجد حل يقبل عليه جزء وجزء آخر يرفضه. قد يتساءل البعض، من المستحيل أن نجد حل يتوافق عليه الجميع، صحيح، ولكن هناك بعض الحلول تكون حلول تقريبا وسطية، حلول توافقية، حلول يرضي عليها الجميع، وبالإمكان وضع جميع النقاط على طاولة المفاوضات، النقاط والمبادرات والمطالبات التي يطالب بها التيار الصدري، المطالبات التي يطالب بها الإطار التنسيقي، المطالبات التي يطالب بها الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة مع بعض، وتجمع هذه النقاط بعشرين نقطة، ثلاثون نقطة، بالإمكان جمعها مع بعض بفقرات معينة، ولكن نحتاج التفاصيل، لا نحتاج العموميات. واحدة من أسباب فشل المبادرات وفشل جميع اللجان وفشل الحوارات كونها تبحث في العموميات. إذا ما بحثنا بالتفاصيل وبالتوقيتات سوف نجد حل في أسرع وقت ممكن. هذه أيضا نقطة مهمة جدا لما يكون الكلام في العموميات. الإصلاح، المجتمعون طالبوا بالإصلاح، والبرامج الانتخابية قبل البرامج الحكومية أيضا وضعت الإصلاح في خارطة طريقها، ولكن لم يلمس المواطن العراقي لا من الحكومة الحالية ولا كذا أي إصلاح. إذا ما رجعنا إلى جذر الانتخابات، التظاهرات المطلبية اللي طالبت بالتعيين والخدمات وبعض الإصلاحات، لحد الآن لم يتحقق شيء. بالتالي كيف ستكون الموثوقية بين المواطن وبين الطبقة السياسية ما دام أن هذه الإصلاحات لم تتحقق، وإذا كان العذر موجود التقشف وانخفاض أسعار النفط فسير يوم نعيش بالوفرة المالية. على مستوى المشاكل فيما يتعلق بطبيعة الإصلاح، واحدة من الأدلة الواضحة على عندما نتحدث عن الإصلاح بالعموميات الجميع متفق، لا يوجد مواطن عراقي أو طبقة سياسية أو حزب سياسي يرفض فكرة الإصلاح. ولكن عندما نتحدث عن آليات الإصلاح وكيف تكون، أنا متأكد أن الخلافات سوف تكون عميقة، ولذلك عملية الدخول بالتفاصيل ودراسة التفاصيل وإيجاد آلية وخريطة للعمل وتطبيقاتها هي كفيلة في حل المشاكل. بالمناسبة موضوع الإصلاح وفكرة الإصلاح هي مسألة جدا مهمة، ولكن فكرة الإصلاح يفترض أن تبتدئ بإيجاد رؤية مشتركة. لا يمكن لك لجهة أن تعمل في إطار فكرة الإصلاح أو فكرة مكافحة الفساد وجهة أخرى تختلف من حيث المبدأ مع طبيعة الإجراءات المتبعة. يفترض أن يكون هناك قاعدة عمل مشتركة، ولكن مع الأسف قاعدة العمل المشتركة بالعراق هي غابت بسبب الصراع السياسي والمناكفات. هذه أكبر مشكلة تواجهنا في العراق. أستاذ عماد، طرفي المعادلة أيضا وردت في النقطة الأخيرة من توصيات الاجتماع بأن يكون هنالك تعاون بين كل القوى السياسية ودعم من الشعب العراقي. كيف ستتحقق هذه المعادلة من وجهة نظرك؟ يعني حقيقة هذه المعادلة معادلة صعبة جدا لكنها غير مستحيلة. طبيعي جدا أن يقف الشعب العراقي مع أي قوة سياسية يرى منها تطبيقات على أرض الواقع. أما مسألة أنه تبقى هذه الكتل السياسية ترفع شعارات فضفاضة ليس لها أثر على أرض الواقع، هذا يزيد من نقبة الشارع العراقي عليها. الكتل السياسية يجب أن تضع بنظر الاعتبار أنها مقبلة على انتخابات، حتى إذا كانت الانتخابات غير مبكرة في المدة المعينة ستكون هناك انتخابات. الشارع العراقي يئس من الوعود، يئس من كل الأعذار التي تقدمها الكتل السياسية، يريد شيئا واضحا، شيئا ملموسا على أرض الواقع، وإلا من غير
ممكن أن تكون نسبة المشاركة هي أقل، يعني المفوضية تقول 40%، بس هو يعني ما موجود هو أقل من هذا. أبدا الكتل السياسية عليها أن تضع بنظر اعتباراتها أنه ممكن جدا ووارد جدا أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات القادمة إذا بقيت هذه الكتل السياسية بهذا العناد بعدم التنازل للآخر، عدم تقديم خدماتها، ربما سنشهد عملية انتخابية ضعيفة إلى حد كبير ممكن تهدد شرعية هذه الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي، وشكرا كثيرا لحضرتك دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية، أثريت الحوار في هذا الملف. ونتواصل معكم مشاهدي الأحبة، تتابعونا بعد الفاصل. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. مراسم الزيارة الأربعينية المعتادة في العراق تحتاج إلى تقديم الخدمات ووضع الخطط اللي من شأنها أن تسهم بتنظيم الزيارة المليونية ونجاحها، لذلك تعقد عدة اجتماعات من قبل الجهات المعنية لتوفير أفضل الخدمات ولضمان الانسيابية في دخول الزائرين وأدائهم مراسم هذه الشعيرة المقدسة. مشاهدينا نفتح هذا الموضوع لكن بعد أن تطلعنا مراسلتنا نهى الشمري على بعض التفاصيل. من كل فج عميق تتوافد حشود الزائرين إلى كربلاء المقدسة حيث زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين، إذ استنفرت الإمكانيات الأمنية والخدمية وإعداد الخطط التي تهيئ دخول الزائرين بانسيابية وأمان عبر المنافذ الحدودية المشمولة بعبور الزائرين من خلالها. الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي تصريح متحدثها أن خلية الإعلام الحكومي منذ 4 أيام تواصل جولاتها الميدانية مع هيئة المنافذ تنفيذا للتوجيهات الخاصة بتسخير الإمكانيات لدعم الهيئة والتعاون معها لتسيير مرور الزائرين. فالخطط الموضوعة تشمل المنافذ الحدودية من نشر عجلات إسعاف ومفارز طبية وصحية وزيادة أعداد المنتسبين هناك. كذلك تضمنت الخطط تسخير الجهد المحلي داخل المحافظات التي يمر بها الزائرين كلا بحسب المنفذ الجغرافي المقرر، كما التنسيق عالي المستوى بين الهيئة والمحافظين لديمومة البنى التحتية والطرق الداخلية. فالانتشار الأمني المكثف على قارعة الطريق تأمينا لزيارة الأربعين يشمل البصرة الذي أمن بمشاركة 20,000 مقاتل من الحشد الشعبي بين العمل الأمني والاستخباراتي وتقديم الخدمات اللوجستية، وكذلك في ديالى حيث ينتشر أحد ألويته على الطريق الرابط بين خانقين وحمرين استكمالا للخطة الأمنية الحكومية الموزعة على بقية صنوف القوات الأمنية بين الحدود والطرق المحلية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم السيد المقدم حسام حمدان عبد الله إعلام الدفاع المدني. حياك الله سيادة المقدم. حياك الله. وكذلك سينضم معي عبر الهاتف السيد فلاح المويس معاون محافظ بابل. أبدأ مع حضرتك سيادة المقدم، نتحدث عن الخدمات المقدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين. تعرف حضرتك المساحات شاسعة تمتد من البصرة صعودا إلى كربلاء وأيضا من المحافظات الشمالية أيضا نزولا إلى كربلاء المقدسة، بالتالي هذا الموضوع كله يراد لعدد وجهد ودعم لوجستي، كيف توفقون أو توفرون هكذا دعم ونعرف إحنا محدودية العدد؟ شكرا لحضرتك وشكرا للمتابعين الكرام وبرنامجك الهادف. مدير الدفاع المدني يعني من اللحظات الأولى أعلنت استمرارها الخطة اللي هي كانت في عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. بدأنا الخطة من 1/0. الخطة بدأت من أبعد نقطة في العراق كانت في منطقة الفاو، كانت هنالك فرق
متواجدة المداخل المنافذ الحدودية باعتبار استقبال الزوار من الدول الإقليمية والجارة. بدأنا الخطة، كانت خطتنا عبارة عن ثلاثة محاور. المحور الأول كان هو إجراءات التوعوية والإرشادية وإقامة المحاضرات والتنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية، باعتبار أنه هذه زيارة مليونية تحتاج إلى جهد دولة وليس جهد الدفاع المدني صراحة، باعتبار أن زيارة الأربعينية الإمام الحسين عدد الزائرين يصل أكثر من 17 أو إحنا الأعوام السابقة 17 مليون أو أكثر من هذا العدد حسب الإحصائيات اللي سجلتها العام الماضي العتبة العباسية. فلهذا تحتاج إلى جهد، إحنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الدفاع المدني مو وحده، ولكن هنالك القوات الأمنية، القوات الساندة، المديريات اللي موجودة، السادة المحافظين، كل محافظاتنا من الجنوب إلى الوسط ومن مثل ما تفضلت من الشمال إلى الوسط إلى طريق الزائرين في كربلاء وصول للمقدين الإمام الحسين أبو الفضل العباس. مدير الدفاع المدني المحور الأول كان هو توعوي وإرشادي وتوزيع البوسترات، تنبيه الزائرين أصحاب المواكب الحسينية حتى من يشيد أو يكون إقامة هذا الصرادق اللي تقدم الخدمة. اشترطنا أنه تكون هنالك إجراءات سلامة من خلال توفير مطافح حريق، من خلال استخدام تقليل استخدام مصادر النار والابتعاد عن هنالك تعرف هذه السرادق من الأقمشة الثخينة وتوجد مصادر الغاز الطبخ اللي متواجد. هذا احنا أكدنا، أدخلنا دورات تعليمية وكيفية إطفاء الحرائق باستخدام المطافي الحريقية. ميدانيا احنا أقمنا هذه الدورات لأصحاب المواكب الحسينية بالتنسيق يعني مع كل الهيئات المواكب في محافظاتنا الجنوبية والوسط والشمالية. هذا المحور الأول كان. المحور الثاني وهو انتشار فرق الدفاع المدني. الدفاع المدني اليوم ينظر المواطن عبارة فقط سيارة الإطفاء، وإنما خدمات مديرية الدفاع المدني تقدم خدمات كثيرة وهي الإطفاء والإنقاذ ومعالجة القنابل غير المفلقة وفرق البيئة وفرق السي بي آر إن لمعالجات الحوادث الكيميائية والبيولوجية. هذه الفرق كلها تقدم خدمات للزائرين الكرام، منتشرة من البصرة أبعد نقطة هي منطقة الفاو يعني قرب هذا، منتشرة فرقنا لكن ضمن خطة تنسيق مع قيادات العمليات في كل محافظة من محافظة البصرة إلى الناصرية إلى العمار إلى واسط إلى الديوانية السماوة وصولا إلى كربلاء المقدسة. هذه الفرق كلها منتشرة وضمن خطة وضعتها مديرية الدفاع المدني، انتشارها والتنسيق مع القيادات الأمنية وقيادات الشرطة في تلك المحافظات. عززنا محافظة كربلاء. طيب قبل أن ندخل إلى محافظة كربلاء اسمح لي أن أذهب إلى الأستاذ فلاح نويس معاون محافظ بابل ينضم معي عبر الهاتف. حياك الله أستاذ فلاح. نتحدث عن الخطط الأمنية والخدمية واللوجستية اللي وضعت من قبل محافظة بابل، وهذه المحافظة لها دور كبير في إنجاح الزيارة. أول شيء خلينا نتحدث عن المشاكل، هل هنالك معوقات تواجه المحافظة؟ الزخم اللي حاصل، هل هنالك مشاكل مشخصة حتى بعدين ننتقل إلى خانة الحلول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للأستاذ الكريم. حياك الله. بكل كلمة أم محافظة بابل المحافظة قريب طرق هي أستاذ فلاح خلي أرجع لك بين ما يتم إصلاح الصوت، ما دي وصلنا بصورة صحيحة. وهي الأثناء خلني أرحب بالسيد عباس جابر نائب محافظ ذي قار. حياك الله أستاذ عباس، تنضم معي عبر سكايب. أستاذ عباس، نتحدث اليوم عن الزيارة الأربعينية بعد الانطلاق من البصرة، بالتأكيد ستصل حشود الزائرين سيرا على الأقدام إلى محافظة ذي قار، وبالتالي الذين يخرجون أيضا محافظة ذي قار بعد أن يتموا استقبال الزائرين من المحافظات الجنوبية وحتى الوافدين من خارج البلاد.
التحديات التي واجهت المحافظة لغاية الآن، يعني يقال أن هنالك اكتظاظ وأعداد كبيرة من الزائرين، هل الخدمات المقدمة كافية لو أكو عندنا تحديات واجهتنا؟ السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام، حياكم الله. متابعيك ومشاهديك الكرام، أرحب بالأخوة الضيوف، و يعني حقيقة أعزيكم وأعزي نفسي وعظم الله لكم الأجر بذكرى مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كل سنة تمر علينا زيارة الأربعين تهفينا على هذه الأجواء الروحانية العظيمة التي تمر بها محافظاتنا يعني الوسط والجنوب والمحافظات المحيطة بكربلاء حقيقة من كل الجوانب. كما تعرفون هي القبلة الحقيقية إلى يوم الأربعين، هو توافد الزوار من جميع محافظات العراق والأقضية والنواحي النائية، فضلا عن الوافدين من الدول الأخرى سواء كانت مجاورة أو بعيدة، تدخل على طريق يعني المنافذ الحدودية وتشارك السائرين على طريق الحسين للذهاب إلى الحسين عليه السلام لأداء مناسك الزيارة. حقيقة تنطلق هذه الزيارة العظيمة من المناطق البعيدة عن كربلاء أو المحيطة أو الحدودية إلى أن تصل إلى كربلاء، شيئا فشيء تزداد الأعداد وتكتظ الزيارة بشكل كبير، وبالتالي نحن كحكومة محلية في محافظة ذيقاط وضعنا خطة مستقبلية أو أولية إلى زيارة الأربعين، ووضعنا أساسات ما بين جميع الدوائر بالتعاون. كما تعلمون أنها زيارة كبيرة حقيقة، وعندما تصل إلينا الوفود لابد أن نكون مستعدين أو على أهبة الاستعداد لاستقبالهم وتوفير على أقل تقدير أبسط الإمكانات. كما ذكر أخي الممثل وزارة الداخلية السيد المقدم حسام حمدان ان هذا، عفوا استاذ حسام، نعم تفضل، اي العفو استاذ غسان، عفوا، ان هذه الزيارة هي لا تحتاج الى جهد دولة حقيقي، وبالتالي نحن كحكومة محلية نسخر جميع جهد او امكانات الدولة لهؤلاء الزوار الذين جاءوا من مناطق بعيدة مرورا بمحافظة ذيقار من أقضيتها ونواحيها، فضلا عن مشاركة حقيقية من بعض المنظمات وبعض المواكب من المواطنين وخدام الإمام الحسين لمساعدة جهد الدولة. حقيقة أنا أرى أن جهد الدولة هو من يساعد الخدام في سبيل توفير صراحه المأكل والمسكن. استاذ عباس خليني انتقل ايضا الى استاذ فلاح، ارجع ل نعم في محافظه بابل. استاذ فلاح نعتذر كان خلل بالصوت، اذا تسمعني الان بشكل جيد، كنا نتحدث عن التحديات اللي تواجه محافظه بابل بخصوص زياره الأربعين، كيف شخصتوها وشنو الحلول اللي خليتوها لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي لحضرتك الأستاذ والضيوف الكرام، حياك الله. مثل ما تعرفون حضراتكم، محافظة بابل هي مركز جنوب الوسط، وهي محافظة محورية ترتكز باتجاهها كل المحافظات من جنوب الوسط ومن جنوب العراق. بدأت المحافظة باستقبال وفود الزائرين من هذه المحافظات قبل أيام، ونحن نتوقع ان هذه الاعداد تصل الى يعني الى الملايين خلال الايام او العشر الاخيره من الزياره الاربعينيه المقدسه. لذلك تعبت الحكومه المحليه في محافظه بابل باستعداداتها لاستقبال هذه الملايين من الزائرين الكرام من العراق ومن الدول المجاوره. لذلك خطتنا اتجهت باتجاهين، طبعا الاتجاه الامني وضعت خطه امنيه بالتنسيق مع العمليات المشتركه، واتمحورت باتجاهات عديده باعتبار انه محاور بابل فيها عده محاور، محور الشمالي ومحور الجنوبي والمحاور الاخرى اللي تدخل باتجاه كربلاء. اما من الناحيه الخدميه حقيقه انه هذا المحور يعني انا اللي اترأست غرفه عملياته، حقيقه اعدينا خطه كاملة
أن نقفل الخدمة المثالية أو المناسبة للزائر الكريم خدمة لهذه المناسبة العظيمة واستعدادا لهذه الأعداد الاستثنائية. لذلك توجب علينا أن تكون الجهود أيضا استثنائية. الخطة خطة محافظة بابل قسمت المحافظة إلى 14 محور مع مسارات الزائرين، مثل ما تعرفون حضراتكم أنه مدينة محافظة بابل تدخلها طرق الزائرين بها يعني عديدة ومتنوعة، لذلك عملية تأمين هذه الطرق داخل المحافظة تعتبر أكبر طيب. تحدي يعني يواجهنا في كل الزيارات السابقة وحتى الزيارة الحالية، لأنه يتوجب علينا قطع الطرق داخل مركز المدينة إضافة إلى الأطراف، وإحنا يصلنا الزائرين من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال الغربي باتجاه مدينة كربلاء باعتبار أنه يعني موقع مدينة الحلة تحديدا هو موقع محوري لجنوب الوسط. طيب. الخطة تمركزت على كافة الخدمات، يعني ابتداء من يعني خطة وضعت مديرية توزيع منتجات النفطية في محافظة بابل، مديرية توزيع كهرباء بابل، البلدية، بلدية الحلة، بلديات بابل، الوحدات الإدارية، الدفاع المدني، المنظمات، هيئة المواقف الحسينية، الهلال الأحمر. العمل يعني سوف يمضي باتجاهين، الاتجاه الأول هو تقديم الخدمة، والاتجاه الثاني هو يعني حملات التوعية اللي تقوم بها هذه الدوائر لاستثمار هذه المناسبة العظيمة لنشر الوعي يعني من خلال طريق الزائرين واستغلال هذه خصوصا بالتعاون مع المنظمات المحلية، منظمات المجتمع المدني، حتى ننشر الوعي خصوصا فيما يخص مجال الخدمات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فلاح نويس معاون محافظ بابل، حدثتنا عبر الهاتف. وأسأل حضرتك أستاذ حسام، لما نصل إلى محافظة كربلاء المقدسة، نقطة الالتقاء حشود وجموع الزائرين، نقطة المكوث فيها أطول فترة إذا كانت مسير على كل المحافظات، فالمكوث في كربلاء، هل هنالك إجراءات استثنائية عدها الدفاع المدني حتى تتوائم مع كثافة الزائرين ومكوثهم في هذه المحافظة المقدسة؟ شكرا لهذا السؤال المهم وأحيي ضيفيك الكريمين. مدير الدفاع المدني ضمن المحور الثالث هو تعزيز فرق مدير الدفاع المدني كربلاء المقدسة باعتبار أنه يكون زخم الزيارة في كربلاء. عززنا ضمن خطة الإسناد المتبادل بين المحافظات من خلال تزويدهم بعجلات دفاع مدني متخصصة في مجال الإطفاء والإنقاذ والمعالجة، وكذلك حتى الطواقم البشرية توجد يعني خطة لمدير الدفاع المدني حتى بتنسيق وتعاون مع العتبة الحسينية والعباسية، حتى مسألة الدخول وخروج الزائرين يكون انسيابية بعمليات الدخول لتأدية الزيارة وخروج الزائرين كذلك، وكذلك حتى توجد فرق إنعاش رئوي باعتبار أنه يكون في ضغط ازدحام الزيارة، هناك كبار السن، العجزة، يكون حالات إصابة توجد إغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وزعنا فرقنا في داخل بين الحرمين والقريبة على المرقدين الشريفين، هذه الفرق تقوم بإنعاش وكذلك إسعافات الدفاع المدني والإسعافات الخاصة لوزارة الصحة، والتنسيق مع قيادة العمليات في كربلاء وقيادة الشرطة وكذلك العتبتين الحسينية والعباسية، والتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية والقوات الأمنية الأخرى اللي هم احنا لا ننسى التعاون باعتبار أنه اليوم يكون التعاون جميع ليس مخصص لفئة أو مديرية معينة أو دائرة معينة، وإنما هو تعاون الجميع من أجل نجاح هذه الزيارة باعتبار كثير العدد هائل جدا يختلف عن السنوات السابقة، لأنه كانت هنالك الكورونا وحتى لا توجد زائرين وافدين من خارج العراق وهذا، وحتى من داخل العراق تكون الزيارة مو مثل هذا العام. هذه يكون الزيارة لها فد خصوصية خاصة، هناك اهتمام من معالي وزير الداخلية المحترم، القوات الأمنية الأخرى، جهودنا مستمر حتى بعد انتهاء الزيارة، لابد أن حتى عودة الزائرين
والتنزيه. هذا التحدي الاكبر. هذا التحدي الاكبر كل سنة. وكذلك اصدرت مديريه الدفاع المدني جمله من التوصيات والارشادات لكل الزائرين ووزعناها على هيئه المواكب الحسينيه. من ضمن هذه يعني الارشادات المهمه هي الانتباه اثناء السير الى كربلاء المقدسه الاسامي الغريبه باعتبار اكو بعض من يريد تعكير صفوه الزياره، من يعكر هذه الزياره يكون زرع لبعض الاسامي الغريبه اللي تؤدي الى انفجار وحدوث اصابات معينه للزائرين الكرام، حذرنا من هذا الشيء. كذلك مساله الدعايه او هنالك الشائعات اللي هي بالنتيجه تكون خوف الزائر او يكون زرع الخوف والرعب بين الزائرين. احنا ناكد على الزائرين الكرام اتباع توصيات القوات الامنيه وحتى فسح المجال امام عجلات الاطفاء، عجلات اسعافات الدفاع المدني او الاسعاف الفوري او حتى القوات الاخرى حتى يكون تامين الزياره بصوره صحيحه وعوده الزائرين الى اماكنهم وبيوتهم باسرع ممكن. طيب استاذ عباس، في حال انه بعض المعلومات تشير الى انه خارج المتوقع ستزداد الاعداد، في حال زياده الاعداد بشيء لم يناقش ضمن الخطه، هل هنالك خطط بديله لديكم في المحافظه تعاون مع المواكب الخدمية والمواكب الحسينية لاستيعاب الأعداد غير المتوقعة؟ عفوا استاذ ما اسمع. الخطط بديلة يعني عديتوها في محافظة ذي قار اذا كانت هنالك توافد لأعداد الزائرين بشكل غير المتوقع. حقيقة مثل ما تعرفون الأعوام السابقة كانت هناك جائحة كورونا مما سبب أو أدى إلى صراحة وصول أو قلة بعدد الزائرين بشكل التزاما بآراء علماء الدين والمرجعية الكريمة. تم تقسيم إلى حد ما في الأعوام السابقة أيام الزيارة وإطالة مدتها، فضلا عن أن هناك من كان يعاني من يعني الإصابة أو الخوف من الإصابة، لذلك الأعداد ليست كما هي هذا العام صراحة، تزايد كبير بالأعداد، الطريق مزدحم، كان يعني في الأعوام الماضية جميعها أنه ذي قار اليوم الخميس يعني تنتهي من استقبال الزائرين نهائيا ويخرج أبناء ذي قار ملتحقين بركب الزائرين، لكن ما تفاجأنا به أن إلى هذه اللحظة تم إلى هذا اليوم هو أبناء ذي قار يستقبلون الزائرين من المحافظات الأخرى وأخروا يوم خروجهم مع الزائرين والتحاق بركب الزائرين إلى يوم غد ما بعد الظهر إن شاء الله لإتمام الخدمة بشكل نهائي. طبعا هناك يعني جهد استثنائي هذه السنة للزيارة، مثل ما ذكرت لكم احنا عندنا مؤتمرات يعني كل عام قبل ايام الزياره يتم اعلان او عقد مؤتمرات خاصه بايام الزياره لوضع الخطه والاعلان عنها من قبل السيد المحافظ والاخوه مدراء الدوائر المعنيين و يعني الحكومه المحليه جميعها. لذلك يعني حثينا القوات الأمنية مشكورة وجهودهم استثنائية صراحة من مخابرات وأمن وطني واستخبارات والدوائر الخدمية المعنية، فضلا عن نشر يعني أكثر من الطاقة الحقيقية من يعني مفارز الصحية والجهود مباركة أستاذ عباس على مسير الطريق أو على طول الطريق مع تحديد الطرق يعني طرق خاصه لمسير الزائرين. والله جهود مباركه والدور الاعلامي راح يظل متواصل وياكم طيله هذه الايام لحين انتهاء الزياره على اتم وجه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عباس جابر نائب محافظ ذي قار، والشكر كثير لحضرتك المقدم حسام حمدان عبد الله اعلام الدفاع المدني. اثريت الحوار سياده المقدم، شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.